المرحلة الرابعة، فإذا تمكن في ذلك فتح له باب الأنس بالله. الأنس بالله يعني أحيانا بيقولوا إيه، لا تشرح فالشرح يفسد طرافة الموضوع. أحيانا الشرح بيقول لك الوردة تتشم ما تتفعصش، المعاني دي تتحس ما تتوصفش، ما بتحتاجش لت وعجن. فلما اتكلم عن الأنس انت فاهم يعني ايه بتونس بيك، انت فاهم مش محتاج شرح بقى. هو ده الأنس بالله. طيب حتة شرح صغننة ماشي، هديك حتة صغننة. انه قال ايه؟ اذا ذكر، قال تعالى، قال الله عز وجل في القرآن الكريم، قال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم: فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. جاء الشرح في الحديث القدسي: فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. عارف يعني ايه ان ربنا ذكرك في نفسه؟ هو ده الأنس. منارة هذه المرحلة ازاي اعرف ان انا عشت الأنس؟ ان يأنس بالاماكن الخالية التي تهدأ فيها الاصوات والحركات ويستوحش من الخلق. بعض الناس اللي بيحب الشهرة وبيحب الدوشة والهيصة وبيحب الحفلات والاجتماعات والتمرات، لما بتنحسر عنه الأضواء إن كون طلع واحد خد خطف منه الشهرة دي، أو هو كبر في السن فخلاص، أو قلبوا عليه فاتركن على جنب، كتير منهم بينتحر، ما بيطقش الخلوة والوحدة وإنه يغيب عن الصورة، لأنه ما حسش الأنس بالله. اللي استمتع بالأنس بالله، اللي استلذ، ذاق لذة الأنس بالله، بيبقى أحب شيء إليه إنه يبقى لوحده. زي ما قلت لكم كده بيقول ايه، عايز اسمع صوت السكون. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، قالوا في تعريف الطمأنينة سكون أم في استراحة أنس. دي الطمأنينة، سكون أم في استراحة أنس. المرحلة الخامسة،
وتعلق قلبه بالله، اهتم بالاستعداد للقاء الله، اتحرك قلبه لمعرفة ما يرضي الله، عمله معرفة ما يسخط الله، اجتنبه، بعد كده عاش الأنس بالله، يترقى بقى درجة كمان، يترفع مقام كمان، اللي هو يفتح له باب حلاوة العبادة، بحيث يميز بينها ولا يشبع منها.